حان الوقت لتنظيف السيد بطة. وقت الاستحمام ممتع للغاية. أنا محظوظة للغاية. ما هذا يا أمي؟ كلا، لكننا نحتاج إلى هذا. كلا، لا بأس، لا تفزعي، لا بأس بهذا تماماً. أوه، انظري، الماء يرحل كله. هذا ليس عدلاً يا أمي. لا تبكي يا عزيزتي، أعلم كيف أحسن الأمور، لكنني أحتاج هذا البالون. لكن يا أمي، إلى أين ذهبتِ؟ سأبدأ بوضع هذا القمع داخل البالون، والآن أحتاج إلى مسدس غراء. سأضع الغراء يتساقط داخل القمع والبالون، وفور أن يمتلئ البالون بما يكفي من الغراء، سأزيل القمع، ثم سأربط عقدة في البالون. سيفي هذا بالغرض. سأضع البالون في البالوعة. سيأخذ البالون شكل البالوعة. لنملأ حوض الاستحمام مجدداً،